اطار الاستعدادات للتساقطات المطريه لذلك كتعتمد على واحد البرنامج اللي هو سنوي من اجل التنقيه وصيانه ومراقبه مختلف الشبكات التيار السائل والمنشات ديالو. دونك هذا العام بتنسيق مع السلطات المختصه وفي اطار الاعمال السباقيه اللي كنقوموا بها، فرق ليداك كتواصل التدخلات ديالها الميدانيه في مجال الترابي ديال الدار البيضاء والمحمديه. دونك لذلك تم تخصيص اكثر من 700 عون اللي هما متخصصين في عمليه التنقيه والتطهير السائل، وكذلك وسائل اليه اللي كتشمل 50 شاحنه كبيره للتطهير السائل والضخ، وكذلك 160 مدخه. دونك العمليات اللي كنقوموا بهم هما تنظيف اليدوي والالي للمنشات، وتنظيف مائي عبر عمليه الضغط لشبكه التطهير، وكذلك كنقوموا بمراقبه وتتبع محطات الضغط الخاصه بالمياه الامطار. هذا العام قمنا كذلك بتفريغ جميع الاحواض المياه الامطار من اجل تعزيز الطاقه الاستيعابيه ديالها. دونك وفي هذه السنه وفي اطار البرنامج قمنا غادي ان شاء الله غادي نوصلوا لي شيفر ديال 800 كيلومتر دو ريزو كوري اون بريفونتيف، يعني في اطار الوقائي، وكذلك غادي نقوموا بتنقيه اكثر من 240 كيلومتر ديال الريزو، يعني في اطار عمليات مختلفه غير مبرمجه. وكذلك قمنا بتنقيه يدويه لاكثر من 130,000 بالوعه. هذا الشيء كله جميع هذه العمليات اللي قمنا بها تم استخراج تقريبا واحد 25,000 طن ديال الترسبات اللي هي النفايات الصلبه عالقه في شبكه التطهير السائل. دونك هذه العمليات كلها الهدف منها هو تسريع وتصريف عمليه ديال الامطار في لابروش ديال هذا لا سيزون ديال بلوي، وكذلك لذلك قامت بتجنيد جميع الامكانيات الآلية والبشرية من أجل إنجاح هذه العمليات في أحسن الظروف.